جربة سكوب، آخر أخبار جزيرة جربة تصلك أينما كنت. جربة سكوب، les dernières nouvelles de l'île de Djerba vous parviennent là où vous êtes. أن أرحب بكم جميعا، وترحيبي يعم كل الحاضرات والحاضرين، وخاصة الذين تجسموا مشاق السفر من مسافات بعيدة في ظروف لم تكن دائما مريحة، نشكرهم على حضورهم. أرحب أيضا بصديق بيدي الحسن مدير مركز القاهرة لدراسة حقوق الإنسان، وأحمد أحمان من المنتدى المغربي للمجتمع المدني الذي شرفان الحضور. إذا نفتتح المنتدى ملتقى المجتمع المدني الثاني، وكما تعلمون والكثير منكم حضروا العام الماضي الملتقى الأول الذي انعقد من 19 إلى 23 ديسمبر. والملاحظة الأولى كما تشاهدون هي أننا حافظنا على دورية الملتقى بشكل يكون يكاد يكون يوما بيوم. العام الماضي انطلقنا في هذا الملتقى على أساس ما حددناه جميعا من أن المجتمع المدني له مشروع في هذه البلاد، وهي مبادرة ذكرناها العام الماضي تضم أبرز مكونات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات ورقابات من جميع أنحاء البلاد، تلتقي جميعها حول الدولة المدنية ومبادئ الديمقراطية واحترام الحريات وحقوق الإنسان والمساواة التامة دون تمييز أو تحفظ. هذا المنطلق الذي بدأنا به العام الماضي والذي نتواصل فيه هذا العام، ونتمنى أن نتواصل فيه إلى أن تتحقق أهدافنا جميعا. إذا هذه المبادرة كما تعلمون هي بسعي من منظمات عدة، هي الاتحاد العام لتنظيم الشغل، شبكة دستورنا، الرابطة التونسية لاتباع حقوق الإنسان، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية عتيد، جمعية التونسية المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ورابطة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والشبكة القرون المتوسطية لحقوق الإنسان. وبودي قبل أن نبدأ أن أشكر كل الشباب والشابات والأقل شبابا منهم الذين ساهموا في هذا في إنجاح هذه الدولة. وأخص بذكر شباب شبكة دستورنا وشباب الشبكة القرون المتوسطية لحقوق الإنسان الذين اشتغلوا كافة الفترة الماضية وقضوا ليالي بيضاء في مقر الشبكة لإعداد هذا الملتقى. كذلك بودي أن أشكر وسائل الإعلام جميعا، ويحضر بيننا عدد هام من الأخوة والأخوات الصحفيين والصحفيات لتغطية أشغال هذا الملتقى، ونتمنى أن يتواصل حضورهم إلى آخر الملتقى وأن تكون تغطيتهم بقدر ما نعرفه عنهم من جدية والتزام. إذا هذا العام قررنا في لجنة الإشراف على الملتقى أن يكون موضوع هو الانتخابات. لماذا الانتخابات؟ لأننا نعتقد أنه لا يمكن بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تحدثنا عنها دون أن تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة، ويشارك فيها التونسيات التونسيين على قدم المساواة، وتتوفر لهم جميعا الإمكانيات لتكون مشاركتهم فعليا، وتكون ويكون صوت كل واحد منهم له تأثير. ليس أهم من موضوع الانتخابات في المرحلة الحالية
التقدم نحو إنجاز هذه الدولة المدنية الديمقراطية التي تصان فيها حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمساواة التامة والفعلية بين الجميع. إذن حددنا الموضوع على الجهات، كيف نتناوله؟ قلنا وأنه هناك 14 ورشة سيتم عرض المنهجية العمل في الورشات بعد قليل من طرف اللجنة العلمية. 14 ورشة تتناول كل أوجه الانتخابات القادمة، من تقييمنا للانتخابات التي تمت في 2011 إلى التسجيل في القائمة الانتخابية، إلى مراقبة الانتخابات يوم الانتخابات، إلى الدخول الانتخابية، إلى مشاركة النساء في الانتخابات، مشاركة التونسيين في الخارج، الأمن والانتخابات، الأعلام والانتخابات، وستجدون في وتجدون كل ذلك في الورقة التي تم تسليمها إليكم هذا الصباح عند وصولكم. نحن نعتقد أن هذا المنتدى له أهمية كبرى، ضرورة أن استعدادنا للانتخابات جميعا سيجعل من الفاعلين السياسيين أيضا يهتمون بهذا الموضوع من الآن، خاصة وأنه يبدو أن ما زالت تحصلنا مدة لا بأس بها على إنجاز هذه الانتخابات، خاصة وأن القانون الانتخابي لم يصدر بعد، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة لم تتشكل بعد، بالتالي ضروري أن نستغل هذا الوقت لكي نستعد جميعا للانتخابات. وكما تعلمون خلال انتخابات 2011 حزب واحد وهو الحزب البائس في الانتخابات كان له حضور كمراقبين في 97% مكان في مكاتب الاقتراع، وبقية الأحزاب المجتمع حضورها في مكاتب الاقتراع حضورها يمكن 13%. بالتالي الآن مطلوب من الجميع حتى يتساوى التونسيون جميعا والتونسيات جميعا في نظر الانتخابات وفي المشاركة في الانتخابات وتكون لهم نفس الحضور. قلت هذا هو المشروع، لكن ما هو أهم في هذا المشروع هو أننا وحتى نستطيع إنجازه لابد أن نضع جهودنا مع بعض، لابد أن تتآلف منظمات المجتمع المدني المشتغلة على الانتخابات حتى تكون هيكلة تنسيقية لكي نتوزع على ما يجب به حتى لا نقوم بتكرار تجاربنا السابقة، وحتى نستطيع أن ننهض بهذه المهمة. وكما لاحظتم في الورقة التقديمية نحن نحتاج إلى ما يقارب إلى ما يزيد عن 129,000 شخص وجه تكوين. بالتالي عندما تتآلف قوات المجتمع المدني جميعا من أجل هذا الهدف وتشتغل بالتنسيق مع بعضها، فإننا نعتقد أننا قد نقترب من الوصول إلى الهدف، لكن نحن واثقون اللي إذا كان اشتغل كل جمعية وحتى كل واحد وحده على حدة فإننا لن نكون قريبين من هذا الهدف. إذن هذا هو موضوع الملتقى.